ترتبط مصر بإريتريا بعلاقات تاريخية، حيث لعبت مصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني في عام 1993. وظلت مصر على علاقات قوية مع إريتريا حتى بعد الاستقلال، كما شاركت مصر في التهيئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات. مصر وإريتريا علاقات تاريخية عبر عقود، حيث لعبت مصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني في عام 1993. وطيلة فترة الكفاح المسلح في إريتريا ظلت مصر على علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية حتى بعد الاستقلال، وشاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأولت مصر اهتماما ملحوظا بالقضية الإريترية بدءا من الأربعينيات من القرن الماضي، تبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية في يوليو من عام 1960. وانعكست العلاقات القوية بين البلدين في الزيارات المتكررة للرئيس الإريتري أسياس أفورقي لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقش الزعيمان سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية، فضلا عن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف. استراتيجية الدولة المصرية نحو تطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية كان لإريتريا نصيبا كبيرا منها، حيث عملت على توطيد أركان التعاون بين البلدين في كافة المجالات والعمل سويا في دعم قضايا القارة الإفريقية وتعزيز أطر التعاون بشكل يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. تعمل مصر وإريتريا على تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.